فقال يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت الا ساعات واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جدي رسول الله وقلت نعم انا جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله اتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء قال عليكم فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صل على محمد وعلى محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء واخذ بي رسول الله بطرفي الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لهمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منير ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي والآلاء يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منير ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باسني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا هم والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا فاستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذا ذلك شيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وعلى وجه الفرج.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وليان ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فاس اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وليان حجة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمال حي على خير الأمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بائه في هذا السافي كل ساعة ولي ومحافظة قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن أرضك تاوى وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرج الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جاه محمد وآله الأطهار رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Aliyan Waliyullah, ashhadu anna Aliyan Hujjatullah. Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala khayr al-amal. Hayya ala khayr al-amal, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني مغلوب فانتصر رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واحشرنا معهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
Allahu akbar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, Allahu akbar. Subhan rabbi al-a'la wa bihamdih, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu akbar, bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aqumu. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل فرجا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
چلے پڑھتے ہیں. حضرات شب جمعہ ہے, دعائے کمیل کا سلسلہ ہوتا ہے, تو آپ حضرات سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا
وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أديتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا
إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعمه وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك وأقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان ارحم الرأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد وآل محمد وعجل فرجا. مومنی سے درخواست ہے تشریف رکھیں انشاءاللہ صرف 14 منٹ اس امام کا ذکر جس کے توسل سے آدمی یہاں جمع ہوئے ہیں اور تاکہ اس امام کا بھرپور ذکر ہو جائے اور صرف 14 منٹ. اور ایسا موقع کم آتا ہے کہ جب ہم کو جو اردو میں کہاوت ہے ایک پن دو کاج. آج آپ کو نظر کا بھی ثواب ملا اور شب جمعہ کا بھی. ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج شب جمعہ اتنی کثیر تعداد میں مومنین موجود ہیں. بڑے صدقہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. اور جتنی دیر نظر کو نظر سے دیکھیں اتنا بھی ثواب ہے. انشاءاللہ 8:30 بجے آپ ایسا موقع کم ملتے ہیں جب ملا کریں تو موقع میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. نہیں ابھی شروع نہیں ہوا. 14 منٹ قصیدے ہوں گے. خوب واقف تھے وہ شمشیر حسن کی شان سے خوب واقف تھے وہ شمشیر حسن کی شان سے اور بھاگ کر آئے تھے وہ صفین کے میدان سے بھاگ کر آئے تھے وہ صفین کے میدان سے اور لاکھ سلوا خطائے اجتہادی کے لباس لاکھ سلوا خطائے اجتہادی کے لباس جو لڑا حیدر سے خارج ہو گیا ایمان سے جو لڑا حیدر سے خارج ہو گیا ایمان سے اور اس کے دسترخوان پر اس سے دسترخوان پر ہیں کل جہاں کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر ہیں کل جہاں کی نعمتیں اور خود افطار کرتا تھا نمک اور نان سے
اور جو ادا کرتے نہیں سبتین کا حق نمک، جو ادا کرتے نہیں سبتین کا حق نمک، برکتیں بھی اٹھ چکی ہیں ان کے دسترخوان سے۔ جو ادا کرتے نہیں سبتین کا حق نمک، برکتیں بھی اٹھ چکی ہیں اب ان کے دسترخوان سے۔ اسی ساتھ ملتمس ہوں رضا صاحب سے کہ آئیں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صل علی اللہم صلی اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، ہم پہ ہے یہ خدا کا کرم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، ہم پہ ہے یہ خدا کا کرم۔ پہلے نہ دے علی پڑھ تو لوں، پہلے نہ دے علی پڑھ تو لوں، پھر کروں مدح شبر رقم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، لفظ شیریں ہنسی چاہیے، لفظ شیریں ہنسی چاہیے، جستجو میں ہے میرا قلم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، ہے یقین کر کے ذکر حسن، ہے یقین کر کے ذکر حسن، فاطمہ کی دعا لیں گے ہم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر شبر میں مصروف ہے، ذکر شبر میں مصروف ہے، یعنی قرآن پڑھتے ہیں ہم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، عرش اعظم کی ہوتی ہے سیر، عرش اعظم کی ہوتی ہے سیر، مل گئے تیرے نقش قدم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم، چپ ہے کیوں سن کے ذکر حسن، چپ ہے کیوں سن کے ذکر حسن، مسکرا دیجئے کم سے کم۔ جشن شبر مناتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد والا۔ کر کے ذکر حسن اے رشید، کر کے ذکر حسن اے رشید، گھر کو جنت بناتے ہیں ہم۔ کر کے ذکر حسن اے رشید، کر کے ذکر حسن اے رشید،
گھر کو جنت بناتے ہیں ہم، جشن شبر مناتے ہیں ہم، جشن شبر مناتے ہیں ہم، ہم پہ ہے یہ خدا کا کرم۔ صلوات برحمد محمد والے محمد صلوات۔ تو یہ ایکدم آپ سمجھے شاید آپ کہہ رہے ہیں ارے امام، جس کو سب سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں، جس کو سب سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں اس کو ہم زہرا کا حسن کہتے ہیں، جس کو سب سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں اس کو ہم فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں، اور سورت حیدر و صفدر کا تو عباس ہے نام، سورت حیدر و صفدر کا تو عباس ہے نام، اور سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں۔ اسی حساب سے ملتمس ہوں حیدرآباد سے تشریف لائے شاعر اہل بیت جناب علمدار ساحل صاحب، پیوائیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں، باواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ ایک سلوات اشاعت پر گھڑی صاحب نے سڑا بھی رو دیجیے گا جی چار مصر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان نے پیش کرا ہوں دین سے منحرف زمانہ ہے، دین سے منحرف زمانہ ہے، امن کا معجزہ دکھانا ہے، صلح کر لیے کہ شعبان دین اسلام کو بچانا ہے، دین اسلام کو بچانا ہے۔ منقبت پیش کر رہا ہوں امام حسن اسلام کی مدام، ایک صلوات اشاعت فرما ظاہر یہ حقیقت ہوئی قرآن کے سخن سے، ظاہر یہ حقیقت ہوئی قرآن کے سخن سے، ظاہر یہ حقیقت ہوئی قرآن کے سخن سے، قرآن کے سخن سے اسلام تیری جان بچی صلح حسن سے، اسلام تیری جان بچی صلح حسن سے، اسلام تیری جان بچی صلح حسن سے۔ شعر دے کے پیش کر رہا ہوں ماحول تعصب میں شریفوں کو ہمیشہ، ماحول تعصب میں شریفوں کو ہمیشہ، شریفوں کو ہمیشہ جینے کا سلیقہ ملا شبر کے چلن سے، جینے کا سلیقہ ملا شبر کے چلن سے۔ شعر دے کے پیش کر رہا ہوں یوسف فدا ہو گئی ایک پل میں زلیخا، یوسف فدا ہو گئی ایک پل میں زلیخا، ایک پل میں زلیخا، یوسف کو ملی حسن کی دولت جو حسن سے،
یوسف کو ملی حسن کی دولت جو حسن سے. یہ شعر دیکھے پیش کر رہا ہوں. اے دشمن تابوت و علم ہوش میں آ جا, اے دشمن تابوت و علم ہوش میں آ جا, ہوش میں آ جا, پچھتائے گا تو ورنہ بہت اپنے چلن سے, پچھتائے گا تو ورنہ بہت اپنے چلن سے. اس سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. کیوں دکھتا ہے دل تیرا بتا منکر ماتم, کیوں دکھتا ہے دل تیرا بتا منکر ماتم, ارے منکر ماتم, جب خون میرا بہتا ہے خود میرے بدن سے, جب خون میرا بہتا ہے خود میرے بدن سے. مختہ پیش کر رہا ہوں. رکھی گئی جب خاک شفا خبر میں ساحل, رکھی گئی جب خاک شفا قبر میں ساحل, قبر میں ساحل, خوشبو جینا آنے لگی میرے کفن سے, خوشبو جینا آنے لگی میرے کفن سے. ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے. ایک منقبت آخری پیش کر رہا ہوں. جو مرتضیٰ کا سناگر دکھائی دیتا ہے, جو مرتضیٰ کا سناگر دکھائی دیتا ہے, جو مرتضیٰ کا سناگر دکھائی دیتا ہے, بلند اس کا مقدر دکھائی دیتا ہے, بلند اس کا مقدر دکھائی دے. شعر دے کے پیش کر رہا ہوں. علی کی مدح میں جب بھی قصیدہ پڑھتا ہے, علی کی مدح میں جب بھی قصیدہ پڑھتا ہے, قصیدہ خان فلک پر دکھائی دیتا ہے, قصیدہ خان فلک پر دکھائی دیتا ہے. خلوص دل سے نظر ڈالو قم کے میدان میں, خلوص دل سے نظر ڈالو قم کے میدان میں, نبی کے دوش پا حیدر دکھائی دیتا ہے. یار نبی کے دوش پا حیدر دکھائی دے. دو شعر ذرا سٹ کے پیش کراؤں. وہ آ رہے ہیں علمدار دیکھو ساحل پر, وہ آ رہے ہیں علمدار دیکھو ساحل پر, وہ بھاگتا ہوا لشکر دکھائی دیتا ہے, وہ بھاگتا ہوا لشکر دکھائی دیتا ہے. ادو یہ کہتے تھے قاسم کو دیکھ کر رن میں, حسن کا لال تو حیدر دکھائی دیتا ہے, حسن کا لال تو حیدر دکھائی. یہ شعر بطور خاص آخری شعر پیش کر رہا ہوں. یہ کربلا کی زمین ہے یہاں پر سجدے میں, یہ کربلا کی زمین ہے یہاں پر سجدے میں, ہر آسماں کا مقدر دکھائی دیتا ہے, ہر آسماں کا مقدر دکھائی دیتا ہے. میں پیتا جاتا ہوں ساحل شراب قم پھر بھی بھرا ہوا میرا ساغر دکھائی دیتا ہے, بھرا ہوا میرا ساغر دکھائی دیتا ہے. دیکھیے سب کا وعدہ پورا ہو گیا انشاءاللہ, وہاں بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے, نظر حاضر ہے. مولانا صاحب کچھ بولیں. ہم اور نہ بولیں سوچیں.
اصل میں اس پر ایسا نہیں, بہت اچھی بات ہے یہ. تھرسڈے کو, ٹیوزڈے کو, میں ونس اے ویک تو ضرور آئیں, اور اب جب چھٹیاں ہیں تو اس موقع پہ ضرور آپ آ سکتے ہیں. خیر یہ بات ہے بہت عمدہ, لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو یہ واحد ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں. کسی نہ مجلس میں ہم کھانے کے لیے آتے ہیں, نہ جشن میں کھانے کے لیے آتے ہیں, مل جاتا ہے کھانا. یہاں صرف کھانے کے لیے آئے ہیں, اور اس ایک تو یہ ہے صرف کھانے کے لیے آئے ہیں, ان کو روکے میں کب سے بیچاروں کو سب کو. دوسرے یہ ہے تو لمبی لمبی دعائیں پڑھنی, دعائیں کمیل ہے, وہ حدیث قصا ہے, اذان بھی لمبی لمبی چوڑی, نماز ویسے صحیح تھی نا. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان یہ ہے, کیا کہہ رہے تھے, نظر آتا ہے, کیا بھی وہ قصیدہ تھا, یہ سب نظر جو ہے نظر آتا ہے یہاں, یہ جو نظر آ رہا ہے, اور اس پر پھر آپ کو. لیکن بہر کیف پروردگار ان شاء اللہ اس قبول فرمائے, اور آپ حضرات نے جس نیت سے بھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں ان شاء اللہ خدا اندالہ ان شاء اللہ آپ کے رزق و روزے میں اضافہ فرمائے, اور جنت کے یہ میوے ہیں جو آپ ان شاء اللہ بھی کھائیں گے, اس لیے کہ نسبت جب ہو جاتی ہے تو تبرک کی یہی کیفیت ہوتی ہے. ان شاء اللہ پروردگار اس میں وہ تاثیر عنایت فرمائے شفا کی, جو بیمار ہیں ان شاء اللہ اس کو کھائیں تو اس میں یقیناً شفا ہوگی, اور جو شخص کسی بھی نیت سے اس کو جو ہے تناول کرے گا انشاءاللہ اس کی نیت پوری ہوگی. اب چار منٹ آپ کو اور صرف کرنے ہیں, اس لیے کہ امام حسن کا ذکر بغیر امام حسین کے ہوتا نہیں, جیسے امام حسین کے بغیر امام حسن کے نہیں ہوتا. شہزادے ہیں دونوں جنت کے, تو زیارت وارث آج شب جمعہ ہے, پڑھ لیتے ہیں چار منٹ انشاءاللہ. کھڑو جا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله, السلام عليك يا وارث نوح النبي الله, السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله, السلام عليك يا وارث موسى كليم الله, السلام عليك يا وارث عيسى روح الله, السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله, السلام عليك يا وارث علي ولي الله, السلام عليك ابن محمد المصطفى, السلام عليك ابن علي المرتضى, السلام عليك ابن فاطمة الزهراء, السلام عليك ابن خديجة الكبرى, السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين, فلعن الله أمة قتلتك, ولعن الله أمة ظلمتك, ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا ولا يا ابا عبد الله, اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره, لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها, واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين, واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي, واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا, واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ابن رسول الله, السلام عليك ابن نبي الله, السلام عليك ابن امير المؤمنين, السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليك ابن الحسين الشهيد, السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد, السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم, لعن الله امة قتلتك, ولعن الله امة ظلمتك, ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه, والسلام عليكم يا أصفياء الله وأمداءه, السلام عليكم يا أنصار دين الله, السلام عليكم يا أنصار رسول الله, السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين, السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح, السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين
بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، فلعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا، عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.